السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. سنقوم اليوم بإذن الله بمراجعة عامة في التربية العلمية والتكنولوجيا، درس التغذية عند النبات الأخضر ودرس التكاثر عند النباتات ذات الأزهار. أولا التغذية عند النبات الأخضر. يحتاج النبات الأخضر في تغذيته إلى أولا الماء المتواجد في أعماق التربة والذي يمتصه بجذوره. ثانيا الضوء الذي ترسله الشمس. عند غياب الضوء تصفر أوراق النبات الأخضر وتذبل ثم تتساقط. التكاثر عند النبات ذات نباتات ذات الأزهار. تتكاثر النباتات الزهرية بواسطة البذور. مراحل التكاثر بالبذور هي أولا تشكل البراعم الزهرية، ثانيا تفتح البراعم وظهور الأزهار، ثالثا تحول الأزهار إلى ثمار، رابعا تشكل البذور داخل الثمار. يمكن للنباتات الزهرية أن تتكاثر بواسطة الأبصال، استطالة جذور البصلة، ظهور صفائح خضراء التي تتحول إلى أوراق، استطالة البراعم النهائية ليعطي الساق. ثانياً الفسائل، قطع أغصان النبات وغرسها مثل نبات الجيرانيوم. الدرانات، تترك البطاطا فتظهر عليها درانات، تزرع الدرانات المنتشة في التربة فتنمو لتعطي بطاطا جديدة. الآن سنقوم بحل بعض التمارين. إليك الرسم التالي، ضع البيانات المناسبة عليه. لدينا الجزء الهوائي وهو الجزء الذي ينمو في الهواء، والجزء الترابي وهو الجزء الذي ينمو في التربة، ونكتب الجزء الهوائي، الجزء الترابي، أوراق، ساق، جذور. التمرين الثاني، ضع صاد أو صحيح أمام العبارة الصحيحة وخاء أمام العبارة الخاطئة. سقي النباتات والأشجار بالمياه الملوثة صحيح أم خطأ؟ طبعا خطأ. المحافظة على الأشجار وتقليمها صحيح. حرق وقطع الأشجار خطأ. تزيين المحيط بغرس الأشجار والنباتات صحيح. التمرين الثالث، لدينا نبتتان، نبات معرض للضوء داخل غرفة نسقيه مرة كل 3 أيام، ونبات معرض للضوء نسقيه مرة كل 3 أيام، يعني العنصر الغائب هنا هو الضوء. ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ ألاحظ إصفرار الأوراق في النبات الأول لانعدام أشعة الشمس، وأستنتج أن الشمس ضرورية في عملية التركيب الضوئي، أو أستنتج أن الضوء ضروري لنمو النبات. ننتقل الآن إلى التمرين التالي وهو التمرين الرابع. لدينا 4 تجارب. التجربة الأولى لدينا بذور زائد تربة زائد ماء. التجربة الثانية بذور زائد تربة. التجربة الثالثة بذور داخل غرفة مظلمة وتم سقيها. والتجربة الرابعة بذور داخل ثلاجة لم تسقى. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن التجربة الأولى والثالثة أنتجت بذورها، أما التجارب الثانية الرابعة والرابعة فلم تنتج البذور لعدم وجود الماء الضروري في عملية الإنتاج. وحتى التجربة الرابعة حتى لو سقينا هذه البذور فإنها لن تنتج لأن الحرارة ضرورية لإنتاج البذور. ماذا نسمي هذه العملية؟ نسمي هذه العملية عملية الإنتاج. التمرين الخامس، أربط النبات بالشروط الأساسية لنموه. لدينا النار، الضوء، الهواء، الماء، الحرارة، البحر. نربط، الماء ضروري، الحرارة ضرورية، الضوء ضروري، والهواء ضروري لنمو النبات. التمرين السادس، أرادت مريم أن تعرف ما هي الشروط اللازمة لنمو نبات الأخضر فقامت بالتجارب التالية. التجربة الأولى، نبات محروم من الماء. التجربة الثانية، نبات مغطى بكيس بلاستيكي أي محروم من الضوء. التجربة الثالثة، نبات زائد ماء زائد هواء زائد تربة زائد ضوء، أي وفرنا له جميع الشروط الأساسية. لاحظ تجارب مريم واستنتج النتيجة لكل تجربة حسب الجدول.
التجربة الأولى، الثانية، الثالثة، حال النبات والاستنتاج. التجربة الأولى، النبات الذي حرمناه من الماء، لاحظنا أن اصفرار هذا النبات، اصفرار أوراقه، ونستنتج أن الماء ضروري لنمو النبات. التجربة الثانية، عنصر الغائب هنا هو الضوء، نلاحظ اصفرار النبات وموته، الضوء والحرارة ضروريا لنمو النبات. التجربة الثالثة، وفرنا له كل العناصر، نبات كامل النمو، شروط نمو النبات متوفرة. التمرين السابع، طلبت الأستاذة من التلاميذ القيام بالتجارب الآتية على أن يلاحظوا النتيجة بعد أسبوع. التجربة الأولى، وضع بذور في قطن داخل علبة مظلمة وسقيها كل ثلث مرات، الثلث أيام عفوا. التجربة الثانية، وضع بذور في قطن مبلل بالماء وتركه داخل ثلاجة. التجربة الرابعة، وضع بذور في كيس به تراب وعدم سقيه. التجربة الرابعة، وضع بذور في كيس به تراب وسقيها كل ثلث أيام. أولا، ضع جدولا وسجل ملاحظاتك عليه. ثانيا، ماذا تستنتج؟ هذا هو الجدول. التجربة الأولى، نلاحظ إنتاج البذور، نستنتج أن توفر الماء ضروري في عملية الإنتاج. التجربة الثانية، إنتاج البذور، الاستنتاج، وجود الماء ضروري في عملية الإنتاج. التجربة الثالثة، لم تنتج، لماذا؟ لأن حرمت من الماء والماء ضروري في الإنتاج. التجربة الرابعة، إنتاج البذور، توفر الشروط اللازمة للإنتاج. نستنتج من هذه التجارب الأربعة أن الماء عنصر ضروري في عملية إنتاج البذور. التمرين الثامن، أكمل الفراغ بما يناسب، تنتج البذور إذا وفر لها الماء. عندما ينمو النبات يزداد طوله وسمكه، ينمو الساق وتظهر عليه الأوراق، تتشكل البذور داخل الثمار، تظهر الثمار بعد ظهور ونمو الأزهار. ننتقل إلى التمرين التاسع، رتب مراحل تكاثر النباتات الزهرية، تتشكل البذور داخل الثمار، تتشكل البرائم الزهرية، تتفتح البرائم وتظهر الأزهار، نضج الأزهار وتحولها إلى ثمار. إذن المرحلة الأولى هي تتشكل البرائم الزهرية، أول شيء تشكل البرائم الزهرية، ثانيا تتفتح هذه البرائم وتظهر الأزهار، ثالثا تنضج هذه الأزهار وتتحول إلى ثمار، وأخيرا تتشكل البذور داخل الثمار. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم. يمكنكم تحميل المراجعة مع التمارين والحلول من الرابط المذكور أسفل الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو فشاركوه لتعم الفائدة، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.